momento prego, la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant, s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Un moment. Pronto? Ciao, Poppy! Adesso vi passo Chiara! Cari miei, dobbiamo fare un giro per il mondo. أعزائي رح نعمل جولة حول العالم، رح تكون شوي طويلة لأنه العالم شوي كبير. هاي مكالمة هاتفية وين بعطي فيها فكرة روحية قوية حتى نعيشها كلنا مع بعض. لما منتصل بـ80 منطقة بالعالم بيجاوبونا تشاو كيفكم؟ يعني نحن فعلاً عيلة كبيرة بتعيش، شي رائع. اتصالنا العالمي هدفه أساساً إنه نعمل سفرة مقدسة، سفرة نحو القداسة. تشاو تشاو grande saluto. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة من القلب الكل. أهلا وسهلا فيكم للحاضرين هون وإلكو أنتو المتصلين من كل أنحاء العالم. أهلا فيكو كمان مرة على الكوليجامينتو. أخيرا عم نلتقي بعد ما وقفنا لفترة كتير طويلة. أنا اسمي باولو، أنا من شمال غرب إيطاليا وأنا متزوج من باربرا اللي هي موجودة هون جنبي، وعندنا 5 أطفال. أنا طبيب في مستشفى، اشتغلت مع باربرا في آخر كم من سنة بشكل خاص لحركة العائلات الجديدة، بشكل خاص من أجل التنشئة. اشتغلنا كمان مع كتير شباب، مثلا ساهمنا مع ناس تانين في ولادة برنامج Up to Me اللي يمكن في أحد كم منكم بيعرفه، له مسير تنشئة على التعبير العاطفي والجنسي والنمو المتناغم للأطفال والمراهقين والشباب وحتى كمان لأهليهم. في هاي اللحظة التاريخية اللي بتجرحها صراعات وتوترات اقتصادية وسياسية وكوارث طبيعية، الاتصال تبعنا هذا بيمثل فرصة إن نوقف ونبلش مع بعض كمان مرة من كل أنحاء الأرض. الاجتماع تبع مسؤولين الحركة من كل أنحاء العالم اللي انتهى قبل أسبوعين كان وقت أحيا الوعي بكوننا أسرة واحدة كبيرة في مسيرة بوسط العديد من التحديات اللي عم نواجهها اليوم، بس رح نحكي بعدين عن هذه الشغلة. مباشرة مع مارغريت كرم رئيسة حركة الفوكولاري ومع هيسوس موران الرئيس المشارك الموجودين هون معنا واللي منحييهم بفرح كبير. هلا بدنا نروح على جزر فيجي. بتعرفوا وين فيجي على الخارطة؟ هي جزر في وسط المحيط الهادئ، حاولوا تلاقوها على الويب. تبعد 3200 كيلو عن سيدني في أستراليا. مجموعة الفوكولاري هناك بيسلموا علينا. فيجي أول بلد بيرحب بشروق الشمس كل يوم. قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني هو وتارك الفيجي بعد زيارته سنة 1986، جزر الفيجي هي موديل مثال للعالم كيف لازم يكون. كلامه كان نبوءة ونحن ملتزمين نحققها. نحن سعيدين بوصول 2 فوكولاري لعنا، وجودهم بشجعنا نستمر بالعمل معا على تحقيق هالرؤية. إلى اللقاء. شكرا شكرا عن جد لهاي التحية، انتو فعلا رائعين. طبعا ان نكون جزء من عيلة هالقد كوكبية هو فعلا هدية عظيمة. زي ما هو الحال في اي عيلة حقيقية، إحنا منعيش لبعضنا البعض لو إيش ما صار ولو أي إشي صدفنا، حتى لو مثلا على سبيل الميلاد كوارث طبيعية زي ما صار في الباكستان. فابيان وسميرة من كراتشي رح يخبرونا عن الإشي اللي عم بتعيشه مجموعة الفوكولاري هناك. اسمي فابيان. اسمي سميرة. هالسنة وقت لما وصلت الرياح الموسمية كنا كتير مبسوطين بسبب الجو الحار يلي كان عنا، بس بعدين
تحولت لفيضانات وضربت 70% من الباكستان من الشمال للجنوب. Then later we discuss in the folklore movement what we can do in our own capacity. تكلمنا جماعة الفوكولاري حتى نفهم شو اللي بنقدر نقدمه. التقينا مع أساقفة مختلف الأبرشيات: إسلام أباد، لاهور، فيصل أباد، حيدر أباد وكراتشي. هيك قمنا بكتير من الأنشطة الإغاثية، وهلأ بنجهز لنشاط يوم 29 الأول أكتوبر. رح نروح فيه لمنطقة مع مخيم طبي، نظراً للعدد الكبير من الأشخاص يلي بيعانوا من حالة طوارئ صحية، خاصة مشاكل الجلد أو الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك. الحياة صارت مستحيلة بالنسبة لإلهم ونحن بدنا نساعدهم. إمكانية هالمساعدة ما بتستند على قوتنا، بتستند على قوة الله وعلى إرادته. من خلال الفوكولاري بنفهم كيف نساعد إخوتنا وإخواتنا المحتاجين. ننتهز هالفرصة لنطلب من حركة الفوكولاري كلها، نطلب منكم كلكم تساعدونا بهالظروف. شكرا. شكرا، شكرا كتير لكم على هاي المشاركة سميرة وفابيان. حملتونا لوين انتم موجودين وخليتونا نلمس الاشي اللي عم بتعشوا. وحتى نجاوب على نداءكم، اطلقت لجنة الطوارئ التابعة لحركة الفوكولاري حملة لجمع تبرعات للباكستان. تقدروا تلاقوا كل المعلومات على موقع الويب www.focolari.org. Ed ora apriamo una pagina sui giovani. وهلا بدنا نفتح صفحة عن الشباب. هون مساحة كاملة مخصصة للجن، للأطفال، للمراهقين والشباب. بس ليش اخترنا الشباب بالذات؟ لأنه في كل مرة بنحكي فيها عن التغيير، الكفاح من أجل المناخ، الكفاح من أجل الحقوق الأساسية، من أجل السلام، من أجل اقتصاد جديد، الشباب هم هناك بيلعبوا دورهم في الصف الأول، مستعدين يشاركوا في العمل في المقدمة، بالضبط زي ما صار في السيزي في الفترة من 22 ل 24 أيلول في النسخة الثانية من اقتصاد فرانسيس. خلونا نشوف مع بعض تقرير جاني بيانكو. لسنوات عديدة خططوا ونظموا وأرادوا ذلك، وبالنهاية كانوا على حق. وبعد تأجيل بسبب الكوفيد، هالاجتماع لشباب اقتصاد فرنسيس أصبح حقيقة. كان هل عن جد منعنا الكوفيد؟ ليش بتهيأ لي إن كلنا هون؟ نحن 1000 شاب وشابة من جميع أنحاء العالم من أكثر من 70 دولة، وأخيراً التقينا مع بعضنا هون بأسيزي، تعرفنا على بعض ولمسنا بعضنا وشفنا بعضنا البعض، وكلنا سوا عم نخطط لاقتصاد جديد. بأوروبا حيث يعطى الصوت للأسلحة، هالشباب بيريدوا يبنوا جسور لا أسوار. إنهم مثاليون، نعم، لكن من خلال وجودهم هون مع بعض بيبرهنوا إنهم بيعرفوا كيف يحققوا أحلامهم. بدهم يغيروا العالم بدءا بأنفسهم. برأينا وبرأيي التغيير موجود بكل واحد منا، بكل عمل منعمله كل يوم. إذا بدنا نغير الاقتصاد وهيك منغير العالم، برأيي التغيير مش بيكون مع الشباب، لكن نحن الشباب اللي لازم نبلش فيه. إذا إجوا لهون من نصف العالم لأنهم بدهم يغيروا هالعالم من خلال إعطاء روح للاقتصاد وجعله أكثر استدامة وشمولية ويوجه اهتمامه للأضعف. نعتقد أن الجودة الأخلاقية لأي نظام اقتصادي لازم يتقيم من خلال الطريقة اللي بينظر وبيتعامل فيها مع المهملين. إذا قدر نظام اقتصادي من شمل الآخرين، المهملين والفقراء، هيدا نظام اقتصادي بيعجبنا وبيمشي منيح. من خلال اقتصاد فرانسيس بنتعلم أنه لازم يكون عنا دايما روح وتأثير إيجابي، خصوصا على البيئة والعالم والطبيعة والإنسانية. قاموا بغزو مدينة أسيزي اللي استقبلتهم كأولادها. من ناحية تانية بيشعروا إنهم جزء من عائلة كلارا وفرانسيس اللي بلشوا سوا بتغيير الاقتصاد من 8 قرون. بيحكوا مثلهم عن السلام والمناخ والسعادة والعدالة الاجتماعية، وهيدا اللي فتشت عليه ماريا فيرجينيا كمان.
وقت اللي أسست مزرعة فرانسيس بالأرجنتين اللي بتلتزم باقتصاد المشاركة. تأسست مزرعة فرانسيس لأن نحن مجموعة من الشباب اجتمعنا لنجمع الأفكار حتى نشوف شو فينا نعمل بطريقة عملية حتى نخفف الظلم يلي كنا نعاني منه بالزراعة. فارشا اجت لهون من باكستان حاملة معها نضالها من أجل حقوق المرأة. ولدت بمجتمع إسلامي صغير حيث لا تستطيع الفتيات الذهاب إلى المدرسة. تمكنت من الدراسة وتأسيس نفسها بأمريكا. ما كنت مبسوطة أبداً لأنه في كتير عدم مساواة، مثل أي نوع من التغيير خاصة اللي بيتعلق بالمرأة. كان في كتير مقاومة لأي تغيير، من الجماعات الدينية، من عائلتي الكبيرة، من قرايبيني، من الكل. وكان الوحيد يلي عم يدعمني هو أبي. ريناتو حضر من البرازيل. أخوه أبون قتلوا بأعمال عنف في الشوارع، واشتغل بالسياسة رغبة منه بالتغيير. هالعالم انبنى بهالطريقة، ولكن اللي يبدو اليوم مستحيل يمكن يصير واقع بكرة. في حاجة ملحة بغض النظر عن آفاقنا إنه هالعالم يولد. بالنيابة عن الكل، بنشكرك على إيمانك فينا. من فرانسيس إلى فرانسيس، ومن فقير أسيزي إلى بابا الضواحي اللي بيخبروه عن قصصهم. في كمان أندريا اللي عم بيقضي عقوبته بالسجن، بفضل عمله بهالوقت عم يبني مستقبل مختلف. مع هالقصة بتمنى أنه نتمكن من البدء بالتفكير بسجن مختلف، سجن بيخلي الناس حقاً أفضل. البابا فرانسيس بيسمعهم وبيشجعهم للنظر إلى العالم بعيون أفقر الناس وترجمة المثل لأعمال ملموسة. أنتوا هون اليوم ما بس رح تكونوا المستقبل اللي رح يجي، لا، أنتوا اليوم هون بالفعل، أنتوا الحاضر. نحن منآمن بهالاقتصاد، هو ما نشي وهمي وصعب التطبيق لأنه بعدنا عم نبني، والبعض منا قد بدأ بالفعل رؤية الأرض الموعودة. هذه هي الكلمات الأخيرة من العهد اللي وقعوا عليه، وهي الأولى في عالم يمكن أن يتغير معهم حقا. فعلا بحمس كتير المشاركة. هاي كمان فرصة نشكر كل اللي عملوا بشكل كبير عشان يحققوا هذا الحدث. انتو فعلا كتار، ويمكن حدا فيكو معنا اليوم عم بيشاهدنا، يمكن رح يسمع حدا منكو رح يسمع الكل لجمنتو بعدين. شكرا جزيلا لكم من قلبنا. رح نكمل هلا مع الشباب. بفضل مشروع مجلة تينز انترناشنال، أنشأ المراهقون أسر تحرير في أجزاء مختلفة من العالم. رح يتعرف هلأ على عضوين من هيئة التحرير بالبرتغال. هم معنا متصلين هلأ. مرحبا، أنا جويل. مرحبا، وأنا جوانا. مشاركتي بهالهيئة كان بالنسبة إلي اختبار سمين وغنى كبير. المساهمة ببناء عالم أفضل من خلال مقالات بتتطلب عمل فريق وبحث. المشاركة بكل مرحلة بدءا من الفكرة الأولية وصولا لنشر المقال جعل من هالاختبار حقيقة اختبار مثير. بالنسبة إلي كانت فرصة كبيرة، بحب فكر إني ساهمت حتى وصل صوتنا كفتيان منريد نبني عالم متحد. بالفيديو اللي رح نشوفه هلأ رح تكتشفوا فرق التحرير الثانية حول العالم. grazie ciao.
بدأت مع مشروع المراهقين تينز أثناء الوباء. لما كنت أتجر شوي من المدرسة وأتوتر دائما كنت أستمتع بالكتابة، بس ما كنت ألاقي مكان أكتب فيه، لحد ما وصل مشروع مجلة التينز. في مرة اجتمعنا كلنا من كل أسر التحرير بالمناطق على الزوم، وأكيد في كتار من المترجمين، وكانت خبرة حلوة كتير لأنها خلتنا نشعر بالانتشار العالمي. بيوحدنا هدف مشترك، وهو هالشي بالذات، المشاركة بالخير الموجود. كتابة الحقيقة ولكن بمنظور جديد، برؤية جديدة، رؤية شبابية اللي غالباً بأيامنا هاي بتكون خاضعة لوسائل الإعلام، رؤية حقيقية وكمان رؤية إيجابية. مشروع المراهقين تينز هو مساحة تنعطى لأن نحن الشباب للتواصل مع الشباب التانيين عن الأشياء اللي منحبها والمواضيع اللي بتهمنا، بس بطريقة مختلفة تنطلق دائماً من وجهة نظر المحبة والوحدة. اليوم هالمشروع موجود في كتير بلدان، هون في المخروط الجنوبي وكمان في إيطاليا والفلبين وكينيا والمجر والبرتغال. بالنسبة لإلي كان مشروع المراهقين تينز مساحة كبيرة للنمو، خاصة هو فرصة أنه نحن الشباب ما بنعمل كتير إشياء من أجل الشباب، بس كمان منهتم بالشي العزيز على قلبنا، نعمل اختبارات، نتخذ المبادرات، وقبل كل شيء عم ينسمع لقلنا. هذا هو أكتر شيء عم قدره بكل هاي السنوات. الشيء اللي ساعدني أكتر هو أني فهمت أني بحب الصحافة، وبحب لما أكون مضطرة أكتب مقال عن موضوع معين في وقت محدد. أجمل اختبار بالنسبة إلي كانت فرصة المشاركة في مقابلة دولية مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بربيع عام 2021. كان العمل بالمجموعات كتير مشوق، كل واحد منا عنده وجهة نظره، ما عنا نفس الرأي بالمواضيع، فاشتغلنا كمجموعات لنتناقش باختيار المواضيع يلي ممكن نكتب عنها. أحلى شيء بمشروع مجلة تينز المراهقين إنه حتى لو كنا من بلدان مختلفة وبعيدة قدرنا نقدم محتوى قيم بوسائل إعلام مختلفة. كان هدفنا كمدرسين مرافقتهم تنكشف مع بعض شو بيعني التواصل بالنسبة إلهم، ونلاقي معا أشكال التواصل يلي بنريد ننشرها، اللي بيحلموا فيها واللي بنحلم فيها نحنا، تنقدر نخبر أمور تستحق إنها تتخبر. بهالسياق اللي غالبا بنسأل أنفسنا فيه كيف نرافق الشبيبة، بعتقد إنه مشروع تينز هو الجواب. بالنسبة لكل فروع المدينة الجديدة يلي شاركت بمشروع تينز، هالشي كتير مهم لأنه بالفعل طريقة للمراهنة على الأجيال الجديدة من أجل خلق شيء مختلف من التواصل مبني على القيم. كان جميل جدا أعرف إنه ابني عم ينفتح على أوجه مختلفة من الحياة غالبا ما بتهم المراهقين، تحديدا مجال التواصل. هيأ لي شيء مذهل، اختبار عظيم. عنا موقعنا الافتراضي هون يلي بيساعدنا ننشر الأخبار، وبيساعدنا كمان مع كل العالم الافتراضي نبقى على تواصل مع الشباب غير بلدان، نتعلم الكثير عن الكتابة، عن التواصل، وهالشي ممتع جدا. شكرا لكم يا شباب، حماسكم فعلا غمرنا. أدهشتني بشكل خاص عبارة بدي أعمل إشي عزيز على قلبي. يا شباب حماسكم وصل لعنا.
والفرصة اللي تمثلها هاي الخبرة لكل واحد منكم، المشاركة بمواهبكم على مستوى عالمي والتعبير عن أفكاركم، وضع أنفسكم في خدمة الشباب الآخرين. وبعدين اتأثرت لما اكتشفت أنه العديد من الأوصياء المربيين هم اليوم صحفيين، بلشوا مسارهم المهني في الكتابة لما كانوا صغار. بعطي الكلمة هلأ لإيرينا، هي مراسلة خاصة من أسرة تحرير تينز إيطاليا. مرحبا بالكل، أنا عم بتصل من هولندا وين التحقت بكلية الدراسات الدولية بآيا، وإذا وصلت لهالمرحلة يمكن لأني كمان كنت جزء من فريق التحرير تينز لسنوات كتيرة. بلشت الكتابة لما كان عمري 13 سنة، بالإضافة لكتابة مقالات مع رفقاتي بالصف كنت خبر عن الخبرات يلي صارت معي خلال الإجازات وخلال بعض الرحلات. بس بهي السنة صار عندي الفرصة لحتى سافر نيابة عن تينز، وهذا الشيء لحتى خبر عن اختبار كانت المرة الأولى يلي بصادف أني يكون قادرة فيها على الحديث، مو بس عن طريق الكتابة كمان عن طريق الفيديو يلي رح تشوفوه هلأ. أول ما بتوقف تدق جراس كنيسة المهد تقدر تسمع صلاة الأذان يلي بتذكر بوقت الصلاة. وصلت لبيت لحم من كم ساعة وكان التأثير قوي كتير. المدينة مفصولة عن القدس بجدار ارتفاعه 8 متار، والكتابات على الجدران بتعبر عن ألم وغضب الناس يلي بيقولوا إنهم بيعيشوا بسجن مفتوح بالهواء الطلق. هون بالضبط تعلمت قصة أمل ومستقبل لأطفال وشباب بيت لحم، قصة مشروع الانسجام بين الشعوب. المخيم غير في حياتي كتير أشياء من خلال الرقص. الرقص كان إشي كتير حلو إنه نتعرف عليه، لأنه هنا في بيت لحم ما كان عندنا الأشياء كلها موجودة ومتوفرة لإلنا. أنا صار لي 5 سنين من المخيم، حبيت التسلق بالإحبال مع جابرييل وكيف بتعامل مع الأطفال، وحبيت الرقص والحركات. ساعدني هذا الحكي مستقبلي كيف أتعامل مع الناس باحترام. لمدة أسبوعين تقريباً بالسنة بيشارك حوالي 150 من الأطفال والصبيان والبنات ببرنامج بتنظمه جمعية Dance Lab Harmony Cultural Association، وهو تعبير عن مختبر الرقص الأكاديمي بمونتي كاتيني تيرمي بإيطاليا، ورشة عمل حقيقية للفنون استضافتها جمعية أطفال بلا حدود بمؤسسة يوحنا بولس الثاني ببيت لحم. بيبدأ برنامج المخيم الصبح الساعة 9:30 بتحية الشمس، صلاة بنصليها مع بعض بتناسب الجميع، بعدين بنتقسم لدورات مختلفة، وبالتالي في كمان أخصائيين تانيين. عنا كمان كل هالبنات اللي صاروا في الدورة المتقدمة بالمدرسة بيقدروا يدرسوا أسس بعض الاختصاصات. واحدة من الأشياء المميزة بهالمخيم هو أنه يمكن بيقدم للأطفال شوية تغيير بالخيال. هداك اليوم شفت الأطفال الصغار عم يلعبوا بعفوية لعبة فيها أسلحة، وكان فيها ضحية والتانيين كانوا حولها. نحن بنجي بخطاب آخر، الألعاب الفنية مع الموسيقى والشعر تعطي عناصر إيجابية لخيال الطفل. المشكلة الرئيسية هون هي مشكلة اللغة. في نهاية 15 يوم أدركت أنه في الواقع ما كان في حاجة للتواصل بالكلمات، كان بيكفي التواصل الجسدي والتواصل بالفن. ماما
pronti a dare quello che sapevamo. كنا مستعدين للتقديم اللي بنعرفه، مستعدين لأي شيء غير متوقع. ولكن في الواقع لقينا ترحيب كبير من الأطفال وكمان من العائلات اللي ولدت معها علاقات حقيقية بعدها قائمة حتى اليوم. صراحة أنا من أشد المعجبين بهذا البرنامج من بدايته. مخيم تناغم بين الشعوب طرح فكرة كتير حلوة، بحب إنه يكون أطفالي عندهم رؤية للمستقبل، نكملوا بهذا الإشي وينموا مهاراتهم أكتر أكتر. questi bambini scoprono. بيكتشف هدول الأطفال من خلال المخيم إنه عندهم الفرصة للتعبير عن كل شيء موجود في داخلهم. من خلال اكتشاف مواهبهم الفنية بيكتشفوا الحرية الحقيقية. اليوم في حماس بالمخيم، هاي الأمسية الأخيرة وكل شيء جاهز للعرض النهائي. من بين الضيوف كان معنا الأب إبراهيم فلتس يلي كان أول من آمن بهذا المشروع. أخيراً شفت الابتسامة والفرح بأطفالنا. هدول الشباب عاشوا أوقات صعبة، عاشوا الانتفاضة، عاشوا مشكلة الجدار، بكفي حرب، بكفي عنف. هدول الأطفال بيحتاجوا لمستقبل أفضل من اللي عاشوه أبائهم. نحن عم نشتغل من أجل مستقبل أفضل لهدول الأطفال والشباب. فوتورو المستقبل. أدهشتني عدد المرات يلي سمعت فيها هاي الكلمة بهالأيام الصعبة والحلوة. كلنا وبدون استثناء بدنا إياه. هو شيء مو بس منحلم فيه، إنما منبنيه كمان. شو هو أثر هاي التجربة بمسيرتك الشخصية؟ كان لهذا المشروع تأثير كبير جداً في حياتي، لأنه من خلال التواجد في بيئة متعددة الثقافات اللي كانت عم تنبنى بين الكل، فهمت إنه التوجه المهني لدراستي واللي بيهمني أكتر هو مجال العلاقات الدولية، وبالتالي الاحتراف في هذا المجال من خلال التجربة اللي عشتها هون. سألت دايماً كل يوم إذا كان الشيء اللي عم بعمله إله معنى، وإذا كان ممكن فعلاً إنه يكون قطرة في بحر الألم هذا. هذا الحب اللي رجعوا لنا إياه هدول الناس هالسنة أعطاني هذا الشعور. هو قطرة رميناها في هذا البحر. بدي أشكر فعلاً كيارا لوبك اللي قالت لي كيف أعمل حتى أحاول أعيش معهم وأحتضنهم ونمشي مع بعض إيد بإيد. كتير مؤثر فعلاً، مؤثر إنه نشوف في فيديو واحد وفي دقايق قليلة كل هالتعقيدات وتناقضات الموجودة في هذا الواقع في هاي الأرض، بس الوقت نفهم كمان جمال وثروة هاي الخبرة اللي عم تنعاش. مارغريت، الأراضي المقدسة، أرضك، مين بيعرف شو حسيتي لما شفتي هذا الفيديو؟ وأكم من وجهي بتعرفيه كمان. مظبوط، كتير أوجه معروفة، كان مؤثر أشوف هذا الإشي، ولكن كمان بيعطي كتير من الأمل وكتير من الرجاء وكتير من الفرح إنه نشوف إنه في كتير من الناس بيعملوا الخير حتى يدعموا الشعوب التاني، واللي بعطيهن كمان الشجاعة إنن يعيشوا بحرية ولكن كمان بالفرح. حلو كتير ومؤثر إنه أشوف هالإشي. adesso apriamo uno spazio di dialogo con voi Margaret e Jesus. هلا بنفتح مساحة للحوار معكم مارغريت وهيسوس. كتير منا قدروا يتابعوا عن طريق مكتب الاتصالات الخاص بالفوكولاري أخبار اجتماع مسؤولي الحركة. افتتاح برسالة حلوة من البابا فرانسيس. مسيرة التمييز والنقاش اللي قادت لتحديد واستكشاف ثلاث اتجاهات بتقترحوها على كل الحركة. أول إشي وقبل كل إشي تأملاتك مارغريت،
عن الحياة الداخلية والصلاة، واللي رح نقدر نسمعها كلنا ونتعمق فيها في جماعاتنا خلال السنة. تاني إشي التنشئة. تم تخصيص العديد من جلسات الاجتماع بالتحديد لتنشئة المسؤولين على القضايا المتعلقة بأسلوب القيادة، الوقاية من أنواع مختلفة من الإساءة، مرافقة الشباب والأطفال، وكمان التعمق في التغيير البيئي الضروري، وكمان الوضع الاقتصادي للحركة، مع تقديم كمان أول ميزانية متاحة هلأ للجميع على صفحة focolari.org. هلأ هو في الوقت الحالي باللغة الإيطالية، بس الترجمات عم بتم تحضيرها. خيسوس، بدي أسألك إذا بتقدر تخبرنا أكثر عن لحظات التنشئة هاي، وكمان عن المواضيع اللي تناولتوها. خبرنا إشي. intanto dire che era la prima volta che ci trovavamo credo no è la prima volta che ci trovavamo بالبداية بدي أقول هاي كانت المرة الأولى اللي بنلتقي فيها، المرة الأولى اللي بنلتقي فيها المجلس العام والمندوبين بعد الجمعية بالحضور الشخصي. كانت فرحة هائلة، ولهيك حبينا نغتنم هاي الفرصة لنتعمق على أساس العمل اللي تم إنجازه بالفعل هاي السنة والنص سنة بالمناطق والمجالات المتعلقة بهاي القضايا اللي تحدثت عنها. القيادة، موضوع الإساءات يلي لمسنا بالعمق، وصرخة الشباب، صرخة الأجيال القادمة. حبينا نقوم بتعمق خاص بسياق مميز عالمي وبالحضور الشخصي ومع كبار المسؤولين، لأنه كنا المندوبين والمجلس العام. bisogna dire una cosa che il programma è stato un lavoro sinodale. يلي لازم ينقال هو إنه البرنامج كان عمل سينودسي. هاي المواضيع اللي تم تحديدها بدقة بسياق سينودسي بين أعضاء المجلس والمندوبين، وبعد هيك حتى تنفيذ البرنامج نفسه استمر بهذا النمط سينودسي دائما. كان بالفعل شيء مهم، ما كان المركز هو اللي اقترح البرنامج، نحن بلورناه سوا. ولازم نأكد على أنه دائما صار بمناخ فيه كتير من الحوار ومنهجية دقيقة للغاية، وكان هذا جانب مهم. وبدي أقول بطريقة ما كمان كان ثمرة عمل أنجزت بالسنوات السابقة. sono venuti degli esperti, esperti esterni e interni all'opera che hanno dato un contributo importante. بعدين اجوا الخبراء من خارج ومن داخل الحركة اللي قدموا مساهمة مهمة. لهيك فينا نقول كان اجتماع مخصص للتنشئة، وهو طلب من جمعية 2021 نفسها، بس كمان من جهات فاعلة أخرى. نحكي دائما عن التنشئة، ولكن ما بنحكي ما فيه الكفاية. عشنا اختبار تنشئة فعلي حول هاي المواضيع. والفكرة هلأ ما ينتهي كل شيء هون، بمعنى أنه الفكرة هي مواصلة هي التنشئة على نطاق واسع وعلى جميع المستويات بالحركة وبكل المناطق. هذا ما بيعني أنه ما تم فعل أي شيء بكل السنوات الماضية، بس نحن اليوم بحاجة لتنشئة ترتقي لمستوى هالعصر وللمستوى يلي عم يعيشه المجتمع وبتعيشه الكنيسة. هذا بيعني تنشئة أكبر دقة وملموسة مع نتائج أكثر وضوح. بلشنا، وهلأ بدي شدد على أنه هاي التنشئة العلمية، لنقول هيك بطريقة ما، ضرورية جدا لمنهجية ملائمة ومن خلال خبراء، لكنها ما بتكفي بالنسبة إلنا. cioè per noi la la vera formazione viene e qui uso una parola
forte viene dallo Spirito Santo. بالنسبة لنا بتجي التنشئة الحقيقية، وهون عم بستخدم كلمة قوية، بتجي من الروح القدس الحي بالشركة بيناتنا. إذا ما وصلنا لهذا المستوى ما فينا نحكي عن التنشئة الحقيقية، على الأقل بالنسبة لنا. معناته هذا الترابط بين منهجية مناسبة وخبرة على مستوى العصر، ولكن هو اختبار عميق للروح القدس في وسطنا، هو التحدي الكبير. وبظن أنه فينا نقول أنه عشنا شوي هذا الاختبار خلال هذا اللقاء، وبنتمنى يستمر طول العام وبكل مكان. شكرا شكرا كتير حلو مارغريت. قبل شوي حكينا عن اتجاهات الثلاث تبعون الاجتماع. اللحظة الثالثة اللي ميزت هذا الاجتماع بقوة كانت مساحة كتير واسعة، حتى من خلال تغيير البرنامج، مساحة من أجل مشاركة عميقة بينكم، مساحة فيها شفافية، رحمة، تسامح، وقبل كل إشي حقيقة، حتى عن الجروح اللي سمان حكى عنها. لحظة كتير وصفوها بأنها فعلا فريدة من نوعها وغير عادية. بدأت تخبرينا عن شو كانت هاي اللحظات بالنسبة إليك، بس كمان عن شو ممكن تعني هاي الحركة إلنا كلنا جميعا للحركة. هذا مزبوط، كان اجتماع استثنائي كمان بالنسبة لإلي، وشكرا كمان لكل جماعات الفوكولاري بجميع أنحاء العالم اللي رافقونا بصلوات. بغتنم هاي الفرصة لأشكر الكل عن جد على مرافقتنا مع صلواتهن، ولكن كمان مع كتير من تقديم الألم من مختلف الأنواع. كان عن جد قوي ومؤثر بالنسبة لإلي إني أكون بكاستل غاندولفو بهاي القاعة اللي عملنا فيها الاجتماع لمدة أسبوعين، وأشعر بأنه العالم كله كان هناك. العالم كله كان هناك ممثل بمندوبي المناطق في مختلف الأماكن الجغرافية. وكمان كيف ما قال خصوص من قبل، كان فرح، كان فرح متبادل إنه نلتقي مرة تاني، لأنه من العام الماضي ما شفنا بعضنا البعض، ما كنا نشوف بعض إلا غير عن طريق الإنترنت. عشان هيك كانت فرحة التواجد الجسدي موجودة، والقدرة على التعرف على بعضنا البعض، والتمكن من المشاركة بأشياء كتيرة بشكل عفوي، ولكن قبل كل إشي، قبل كل إشي إنه نحب بعض. وكانوا كمان لحظات سواء الرياضة الروحية، وكمان كل المواضيع اللي تناولناها، مواضيع مختلفة عن جد اللي تناولناها في غضون أسبوعين، هي اللي ساعدتنا. ولكن مش بس، بس كان في كمان العديد من اللحظات العفوية، مثل وجبات الغداء مع بعض والعشاء ولحظات التنزه والراحة، ولكن كمان المشاركة العفوية كيف ما بيصير بالعيلة. بفكر إنه كل هذا، إن كان الجزء الروحي أو كمان الجزء البشري، ساعدونا على تنمية الثقة، تنمية الثقة والتقدير المتبادل. وبفكر إنه هذا كان الأساس اللي ساعدنا كمان على إنه نحس بحرية أكبر، أكتر حرية من الداخل، ولكن كمان مع شجاعة جديدة، مع جرأة جديدة، تنقدر عن جد إنه نفهم أكتر. بقول أكتر لأنه عن جد لازم نفهم أكتر، نفهم أكتر إنه قبل كل شيء بيجي الشخص، بيجوا الأشخاص، بعدين مصلحة الحركة بأسرها. عشان هيك هاي المشاركة اللي عشناها العميقة كتير سمحت لنا كمان بأنه نكون قادرين على أنه نخبر بعضنا البعض ببساطة، ولكن كمان بقلق لكتير من الأشياء الشخصية ولكتير من الألام اللي عشناها وعانينا منها بالماضي. وهذا خلانا نتطلع عن جد للحاضر، ولكن كمان للمستقبل، وبقول بأمل وتواضع. ولكن بنفس الوقت أنا حسيت إنه بعزم وباقتناع بإنه الله هو اللي عم بيشتغل بالحركة، هو اللي بيعمل الحركة وبتجاوز إخفاقاتنا
وبتجاوز حدودنا. هيك كان، هذا كان الاختبار اللي عشناه واللي بتمنى إنه يوصل للعالم كله، لأنه كان اختبار اللي خلانا ننمو بهاي الثقة المتبادلة، وخلانا نشعر بإننا إن كان هون اللي بعيشوا بالمركز أو اللي بعيشوا بالمناطق في مختلف المناطق الجغرافية بالعالم، إحنا مع بعض حتى نحمل هاي الهبة للقدام، هذا الكاريزما العظيم اللي أعطانا يا الله، ونكون قادرين على إنه نحطه بخدمة الجميع. رائع عن جد. وهلأ كيف ممكن نمشي لقدام؟ كيف بدنا نمشي لقدام؟ كيف ما قلت بالبداية، الموضوع الواقع اللي بدنا نتعمق فيه بهالأشهر الجاي هو الحياة الداخلية والصلاة. أنا بفكر إنه إذا إحنا مننجح بإنه نتعمق بهاي العلاقة مع الله ويكون عنا هاي الثقة فيه، حتى نقدر إنه نعرض عليه كمان كيف ما رح نسمع بفكرة كيارا إسا، إنه نعرض على الله نوايانا، خططنا، حياتنا، وإنه نكون قادرين على إنه ندخل بحوار معه. فهذا رح يساعدنا إنه نتأكد إنه حياتنا هي مش بس إنه نعمل، ولكن حياتنا تصير صلاة، بإمكاننا إنه نكون صلاة حية. فكيفنا نمشي لقدام؟ أنا بفكر إنه اللي اختبرناه بهذا اللقاء، هذا التعمق بالعلاقة مع الله، رح يساعدنا بالتأكيد كمان على محبة قريبنا أكتر، كل قريب منا، هدول اللي بعيشوا معنا، اللي هن موجودين ببلدنا أو اللي هن شعوبنا. رح يخلينا، هذا كان اختباري بهاي الفترة الأخيرة بعد ما تعمقت بهذا الموضوع، اختباري كان إنه كل ما حاولت أصلي أكتر، كل ما حسيت إنه أنا أكتر إنسانية، وكل ما صرت أكتر إنسانية، كل ما قدرت إنه أحب الآخرين، وبالتالي إنه أكون أكتر منتبهة لإحتياجات ولألام الناس من حوالي. أنا بتأمل إنه نقدر نمشي هيك لقدام بكل أنحاء العالم، إنه نكون أكتر إنسانيين، أكتر روحانيين بعلاقتنا مع الله، أكتر ثقة فيه، وبفكر إنه هيك رح نكون أكتر مصداقيين. هذا اللي بتمناه للكل. Allora. Possiamo adesso allora. إذا هلا بنقدر نسمع مع بعض هذا المقطع من كيارا اللي حكيتي عنه في الأول. sappiamo la nostra spiritualità personale e comunitaria insieme مثل ما بنعرف روحانيتنا اللي هي فردية وجماعية معا تدفع بنا لنشر محبتنا عموديا تجاه الله وأفقيا تجاه القريب، والتوازن بين هالنوعين من المحبة بيولد حياة القداسة. ما è facile per alcuni e lo sta dimostrando لكن من السهل للبعض، وهذا اللي بيظهره الميل أحياناً للمبالغة بالنشاطات، تنمية البعد الأفقي للمحبة، وربما مش بنفس المقدار البعد العمودي نفسه. صحيح إنه كل شيء منعمله بيكون إجمالاً موجه لله، كرماله منحب، منشتغل، منتألم، منصلي، لكن إذا بعيشنا باستمرار شعار إنه نكون واحد مع كل قريب غالباً قدرنا نحبه من كل قلبنا، فهل نحن متأكدين من إنه منحب الله أيضاً مش بس بالإرادة لكن أيضاً من كل قلبنا؟ بآخر حياتنا ما رح نتقدم لله مع الآخرين، مع الجميع، إنما علينا إنه نتقدم بمفردنا. هل نحن متأكدين بهاللحظة إنه كل شيء حصدناه بقلبنا من محبة خلال حياتنا كلها رح ينسكب تلقائياً كما يجب على اللي كان علينا إنه نحبه واللي رح نلتقيه واللي رح يديننا؟ بدون شك رح تجي إلنا كمان هاللحظة. علينا نحط هالشي بعين الاعتبار ونفتش من هلأ على إنه نعمق علاقتنا بالله على أحسن ما يرام.
بالفعل بإمكاننا نحب كخدام ونتمم اللي بيطلبه منا السيد من دون إنه نوجه له كلمة، أو باستطاعتنا نحب كأبناء من كل قلبنا ممتلئين الروح القدس من المحبة والثقة تجاه الآب، هالثقة اللي بتدفعنا إلى التكلم معه باستمرار ومشاركته كل شيء بخصنا، قراراتنا، مشاريعنا. هالثقة وهالرغبة الإلهية اللي بتدفع بنا إلى الشوق الشديد حتى تجي اللحظة المكرسة كلياً إلو ونقوم بعلاقة عميقة معه. هيدي هي الصلاة، الصلاة الحقيقية، ولهالصلاة لازم نتوق إلى أن نصبح نحن صلوات حية. في جملة حلوة كتير للاهوتي أفدوكيموف بخصوص الصلاة، هو بيقول ما بيكفي أن نصلي، بل يجب أن نصبح صلاة، أن نبني ذواتنا على شكل صلاة، نبني ذواتنا على شكل صلاة، أن نكون صلاة مثل ما بيرغب يسوع اللي قال فاسهروا مواظبين على الصلاة. بعتقد أنه بقلوب الكتار منا ميراث حقيقي من المحبة الفائقة الطبيعة اللي بتقدر تحول حياتنا إلى صلاة حقيقية، وتستطيع أنه تبني ذواتنا لتصبح صلاة. لازم نجمع هالميراث بالأوقات المناسبة. بهالفترة القادمة خلونا نلتزم إذن بالتكلم مراراً مع الله حتى وسط نشاطاتنا، وخلونا نحاول نتحسن بخاصة في هالاتجاه. فبمجرد أنه نقول من أجلك قبل كل عمل منقوم فيه بيحول هالعمل لصلاة، لكن ما بيكفي هالشي، خلونا نبدأ حوار عميق معه كل ما كان هالشي ممكن. هيك فقط بآخر حياتنا رح تظهر على شفاهنا تعبيرات محبة تجاه الله مماثلة لكلمات القديسين وتعبيراتهم. Che densità, vero? Che ricchezza. قديش رائع فعلا، قديش في غنى بيجي عبالنا انه نسمع ونشوفه فورا مرة تانية. في الواقع رح نقدر نضل نشوف كل الكولاجامينتو او حتى الاخبار الفردية على قناتنا يوتيوب بمختلف اللغات. تذكروا انكم تضغطوا كمان على سبسكرايب وكمان على الجرس. Questo è molto importante soprattutto nelle prossime settimane. مهم كتير خاصة في الأسابيع الجاية، لأنها وسيلة عشان تطلعوا فيها على الأخبار اللي راح يتم نشرها. بالإضافة لهيك تقدروا خلال الأشهر الجاي كنت تشاركوا بأخباركم وخبراتكم على القنوات الاجتماعية لفوكولاري.org، وراح تكون كلها فرص حتى نعيش كمان مرة جديدة كعائلة. وصلنا هلا لختام هاي اللحظة الكوكبية. رح نعطي المواعيد للقاءات الجاي. شوفوا التواريخ اللي اقترحناها حتى شهر حزيران السنة الجاي. لقاءنا القادم رح يكون بتاريخ 17 كانون الأول، قريب من عيد الميلاد، ورح تكون فرصة ومناسبة فعلا خاصة. بس ما رح نقدر نفكر إن نخلص الكوليجامينتو بدون ما نأكد صلواتنا لبعض مرة تانية، وقربنا من الأشخاص الموجودين في العالم اليوم جوا التوترات والصراعات، وخاصة روسيا وأوكرانيا. بدنا عن جد ننضم لكتار في العالم، متدينين وعلمانيين يلي بيطلبوا السلام وبيعملوا من أجله. وبدنا ننضم لقداسة البابا فرانسيس اللي قال يوم الأحد الماضي باسم الله وباسم الحس بالإنسانية اللي بيسكن في كل قلب، بشدد ندائي حتى نصل فورا لوقف إطلاق النار. إحنا كمان بدنا نلتزم معه بكل الطرق الممكنة حتى يتحقق السلام فعلا. شكرا للجميع على إصغائكم.